موضوع اليوم موضوع شائك جدا وعاني منه الكثيرين، أي أنه سبب العنوسة والتفرقة بين الأزواج وخراب البيوت وتشتت الأسر والأصدقاء والإخوة وسبب العداوة بين الأحبة والنظرة السوداوية للحياة، أي أن المرضى بالسحر يرون الحياة سوداء وكئيبة. ومن هذا المنبر قررت أن أتحدث معكم عن هذا الموضوع رغم أنه أكثر المواضيع التي تخيفني في حياتي فعلا. اليوم أحضرت لكم الحل النهائي والعلاج الوافي بإذن الله تعالى بكل مراحله. يجب اتباع كل هذه المراحل بدقة، كل مرحلة تكمل الأخرى، لا يمكن الاستغناء عن أي مرحلة، خاصة في عصرنا الحالي أصبح الرقاة يمارسون الرقية كالتجارة والفقير لا يستطيع العلاج عند الراقي. لهذا السبب أحضرت لكم طرق مجربة للسحر والعين والمس، لكن فقط من لديه الشجاعة والصبر والثبات عفوا للعلاج، وخاصة الإرادة القوية لتكملة العلاج، أي أن أفضل علاج من يعالج نفسه بنفسه، ومن كان لديه في العائلة شخصا شجاع وموثوق جدا، أؤكد موثوق جدا، يمكن أن يكون سندا له خلال 3 أيام العلاج هذه. وإن شاء الله بعد 3 أيام ستختفي كل الأعراض والمسببات بإذن الله تعالى. لكن هناك سر صغير في كل هذا، أي أن السر هو الأساس في العلاج، تابعوا فقط وسأخبركم بكل صدق وأمانة عن هذه المراحل العلاجية للسحر التي جربتها صديقة مقربة جدا مني، أي أنها في شبابها تم سحرها وكانت دائما تنفر من الخطاب، إما الخطاب ينفرون وإما هي، يعني دائما تفتعل المشاكل في البيت لتفادي قبول العريس، وكانت تفرح جدا عندما ترفض العريس كأنها حققت عفوا حلم حياتها، ولم تكتشف أنها مسحورة إلا بعد ارتدائها للجلباب، أي أنها كلما ذهبت للصلاة يوم الجمعة في المسجد ينتفخ بطنها كالبالون، وعندما تقرأ في المصحف تنفر من القرآن، وعندما تستمع للقرآن تنام نومة الميت حتى الصباح دون أن تنتبه أنها نامت في وقت مبكر جدا ونوم أكثر من عميق. هنا انتبهوا لها في المنزل على أنها ليست طبيعية، وقد عالجها راق يخاف الله مدة 3 أيام فقط، أعزكم الله، تقيأت دم وتقيأت سوائل بنية اللون، وفي ذلك الشهر خطبت وقالت بعد 3 أيام أحسست أنني ولدت من جديد وبدأت أحس بطعم الدنيا مثل الناس الطبيعيين، أي أن المريض مسكين يحس بالوحدة ويحس دوما برغبة في الانعزال عن الناس بعد أن كان سعيدا ومحبا للناس والحياة، أي أن كل أبواب الإحساس بالرغبة في العيش والاستمتاع ككل الناس يحرم هو من أبسط الحقوق للأسف، كثر السحرة والحاقدين والحاسدين من الناس، سبحان الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أقسم بالله العظيم أن كل ما سأقوله لكم مجرب وناجح، فقط العزيمة والصبر والشجاعة والنية في القلب أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، لكن نحن نعمل بالأسباب فقط. ومن لديه مريض يرفض الماء المرقي أو الزيت أو الاغتسال بالماء المرقي، سأخبركم ماذا تفعلون معه دون أن ينتبه، أي يجب استغفاله واستعمال الحيلة فقط، تابعوا معي. السلام عليكم ورحمة الله، الزلف اللون، إن شاء الله الفيديو تاع نهار اليوم تعجبكم، واسمحوا لي راح نهضر باللغة العربية الفصحى لأنه هناك الكثير من الناس لا يفهمون العربية تاع الجزائر، يعني العربية الدارجة تاعنا، وسأتحدث ربما سيستفيد الكثيرين من كل بلدان العربية إن شاء الله. سأبدأ هنا معكم رغم أنني مرعوبة من أكثر المواضيع التي ترعبني في حياتي. الآن بسم الله سأبدأ عليكم الآيات التي ستقرؤونها لاكتشاف إن كان عندكم أعراض العين، سأخبركم عن أعراض العين وأعراض السحر وأعراض المس. تبدأون أولا أنتم بأنفسكم، ستقرؤون من القرآن هذه الآيات، أولا آية الكرسي، ثم من الآية 15 إلى الآية 17 من سورة إبراهيم، يعني لتعرفوا ما هي من الآية 17 مثلا، من الآية 15 إلى 17 تبحثون عن سورة إبراهيم، هي مجرد آية سطر من 15 ل 16، من 16 ل 17،
يعني جملتين، 15 16 من 16 17، يعني آيتين فقط لتفهموا ما هي من الآية كذا فلانية إلى الآية فلانية. الآيتين 34 و35 من سورة الحجر، آية من 68 إلى 71 من آية مريم، من الآية 115 إلى الآية 118 من سورة المؤمنون، الآيتين 30 و31 من سورة النمل، الآية 12 من سورة سبأ، من الآية الأولى حتى العاشرة سورة الصافات، الجن يخافها ويهابها جدا. تقرأوا هذا يعني تقرأون الآية الأولى حتى العاشرة من سورة الصافات، ومن بعد ذلك تضيفون الآية 158 إلى الآية 159 هذا لوحدهم، يعني بعد ما تقرأوا عندما تقرأون الآيات الأولى هذا تزيدوا ثانية هذا من الصافات سورة الصافات، ومن الآية 7 إلى الآية 11 من سورة الجاثية، من الآية 29 حتى 32 من سورة الأحقاف، الآية 31 حتى الآية 36 من سورة الرحمن، من الآية الأولى إلى الآية 6 من سورة الجن. إذا أي أحد منكم قرأهم يعرف مباشرة إن كان عنده المس أو السحر أو العين. الآن سأبدأ معكم بأعراض العين. كثرة التثاؤب، يعني أثناء قراءة هذه الآيات ستحسون، يعني من كان لديه العين أو السحر أو المس سيحس بأعراض غريبة تخرج من جسمه أو يعني أحاسيس. هنا أعراض العين: كثرة التثاؤب، الرغبة في النوم، دموع في العينين، يعني يدمعون العينين لوحدهم، رمش العينين بكثرة زيادة عن اللزوم، خمول وثقل الكتفين، ثقل الحاجبين لدرجة لا يستطيع فتح عينيه المريض، ثقل في مؤخرة الرأس، كثرة التعرق، الآن أعراض السحر، البكاء عند قراءة آيات السحر، هذا يدل أن السحر له خادم من الجن، خروج رائحة كريهة من المعدة عن طريق الفم، آلام شديدة في البطن، غازات بشكل ملحوظ ومبالغ فيه، سواد غير طبيعي على الوجه، غثيان والرغبة في التقيؤ، أعزكم الله، قد ترون حبالا معقودة أو الشعر أمام أعينكم ولو أغمضتموها. فهمتم؟ الآن أعود إلى أعراض المس: رعشة في الجسد، حركات غير طبيعية في الأعضاء، تشنجات الأطراف والجسم، خوف شديد، الارتباك وعدم التركيز، نفور وعدم الرغبة أو القدرة على قراءة هذه الآيات المذكورة، خفقان القلب، ضيق في الصدر، تنمل الأطراف، تخدر في الأعصاب، حرارة البدن وبرودة الأطراف، ثقل في الركب، آلام في أسفل الظهر، آلام تنتقل من عضو لآخر، صداع يتحول من مكان إلى آخر، صرع أو غيبوبة أو نوم مفاجئ جدا وعميق، زفير أو ضغط في الأذنين، بريق ولمعان في العينين، شعور بكرة صغيرة في المريء مع القراءة تصعد إلى البلعوم ومرات تهبط للمعدة، صعوبة البلع حتى الريق أي حتى اللعاب يصعب بلعه، وضيق في التنفس، ضباب في العينين وغشاوة، قد ترون عيون حمراء مثل الجمر وقد تشعرون أن شخصا يريد أن يتكلم. بعد التشخيص، أختي أو أخي شفاكم الله، إن كنتم تشعرون بحالة من هذه الأعراض، يعني المهم ليس كل هذه الأعراض عرض واحد من أعراض العين أو عرض واحد من أعراض المس أو عرض واحد من أعراض السحر، ليس بالضرورة كل هذه الأحاسيس أو هذه الأعراض تجتمع في جسدكم، المهم أنتم أطباء أنفسكم ستشعرون بشيء ما، شيء غريب يعني خارج عن المألوف. الآن هنا يعني هذا يعني إذا خرجت عندكم أي عرض من هذه الأعراض هذا يعني أنكم تشتكون من حالة واحدة، وليس شرط أن تجدوا كل هذه الأعراض في نفس الوقت، وإذا ظهرت مثلا أعراض المس مع أعراض السحر عافانا الله وإياكم، نفهم من هنا أن السحر له خادم من الجن يحرسه، أو هناك مس قديم، هنا تتشابه أعراض المس والسحر بسبب وجود الجن. الآن العلاج، كيف تبدأون بعلاج؟ أول خطوة، خذوا إناء كبير جدا
يملأ بماء نظيف الأحسن إذا كان ماء متوفر، إذا كان يعني ماء زمزم يعني يستحيل يكون هناك ماء زمزم عندنا بهذه الكمية، أو ماء البئر، لكن ليس من الحنفية، ليس ماء الحنفية، خاصة حنفية البيت. يوضع داخله 7 أوراق من السدر مطحونين أو مدقوقين بين حجرتين. تقربون ذلك الإناء من فمكم والنفث على سطح الماء، وتنفثون تقومون بالنفث على سطح الماء وتقرؤون هذه الآيات كلها بعد الانتهاء من القراءة. تنفثون للمرة الثانية. خذوا لتر من زيت الزيتون ضعوه في الإناء مع النفث. يعني زيت الزيتون تنفثون 3 مرات داخله، ولكن بنية، لا يجب أن تكون عندكم نية الشفاء وقراءة نفس الآيات الأولى التي وضحتها لكم من البداية، هي نفس الآيات التي قرأتموها لاكتشاف أعراض السحر والعين والمس. بعد أن وفقكم الله تعالى بالقراءة على الماء والزيت، تتوضؤون عادي من الحنفية، ثم تتوجهون إلى الله الشافي المعافي بركعتين بنية الشفاء، وتدعو الله أن يشفيكم من كل الأمراض العضوية والروحية والنفسية، ولا تيأسوا من رحمة الله وهو قادر على شفائكم. يجب أن لا تضع الماء المرقي فوق النار مباشرة، أو إذا استطعتم تحاولون ملء قرعة 5 لترات وتضعون القرع داخل قدر يغلي فوق النار. يستحسن أن لا تغلوا مباشرة فوق النار الماء المرقي، الأفضل يعني هكا الأفضل. يعني هنا يجب شرب 3 كؤوس كبيرة كلها من هذا الماء، ثم تغسلون بالماء الباقي. والغسل هنا يكون للوضوء الأكبر، أي هنا الدوش لازم الوضوء الأكبر. عندما تنتهون من الدوش تقرأ كل آيات نفسها، لكن يجب أن تكون الإرادة قوية مع العزيمة والإصرار على الشفاء وعدم الخوف مهما حصل، والالتزام بالصبر أثناء قراءة الآيات مرة أخرى. إذا شعرتم بالاختناق والضيق تسكبون القليل من ذلك الماء المرقي على رأسكم وتشربون منه القليل أيضا كي تختفي تلك الأعراض. ولتكتمل كل هذه الخطوات تدهنون كل جسمكم بزيت الزيتون المرقي، وتجلسون في مكان منفرد لتركزوا جيدا، وتقرأوا سورة الفلق لمدة نصف ساعة. وكل هذه الخطوات يجب أن تكون 3 أيام. كل ما ذكرته سيحصل لمدة 3 أيام على التوالي، يعني خاصة مع هذه 3 أيام تحجمون، تقومون بالحجامة المرئي، بيذهب للحجامة الاثنين والثلاثاء والأربعاء لا يحجم، لأن الحجامة مفيدة جدا يوم الاثنين والثلاثاء. لا أحس أي أحد منكم في هذه 3 أيام أن يشعر برغبة في حشكم في التقيؤ، يشرب 3 كؤوس صغيرة جدا من زيت الزيتون المرقي، واليديه واحدة على المعدة وإصبعه يدخله داخل الفم لمحاولة الاستفراغ. وإذا كان السحر قديم يجب تحضير 0.5 لتر ماء، 0.5 لتر ماء مع ملعقتين كبيرتين من الملح، يخلط الملح مع 0.5 لتر من الماء. وإذا أي أحد منكم مريض وعنده الضغط لا يخلط الملح، زائد الفجل أو السوداب. السوداب والفجل مطحون يابس و7 أوراق سدر، وتقرؤون نفس الآيات التي ذكرتها في الأول. مثلا كيف تعرفون أن السحر قديم؟ تذكروا من أي وقت وأنتم تعانون من هذه الأعراض. إذا كان جديد أو من سنوات وتشربون هذا الماء 0.5 لتر كله مرة واحدة، لا تقولوا أنكم لا تستطيعون شربه مرة واحدة. فمن كان مريض يستطيع أن يشرب حتى 30 لتر، لأن هناك من يشرب معه، أعوذ بالله. تستطيعون التقيؤ مباشرة،
وإن لم يحصل القائد تدخلون إصبعكم هنا، ماذا سيفعل الملح والماء والسوداب والفجل والملح عندما يختلط بذلك الماء الماقي؟ سيقتلع، يقتلع السحر المأكول في المعدة، يقتلعه. ويجب أن تساعدوا أنفسكم بوضع الإصبع داخل الفم، أي يعني جهة البلعوم، لاستفراغ السحر المأكول. وبعد التقيؤ أعزكم الله تغسلون وجوهكم بالماء المرقي وتقرؤون هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشتات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. تعاد مدة نصف ساعة. إذا كان السحر قديم، تعيدون شرب الماء والملح والسوداب والفجل لمدة 3 أيام حتى يحصل القيء لاستخراج السحر. طريقة شديدة جدا مع السحر، لكن مع الصبر لمدة 3 أيام يختفي السحر. اصبروا لمدة 3 أيام لأن السحر لا يبقى طويلا مع هذه الطريقة، وخادم هذا السحر سوف يموت أو يخرج بدون رجعة. الآن فيما يخص البيت، الماء الذي تمت القراءة عليه، الماء الأول المرقي، تأخذون رشاشة، قرعة رشاشة، تملؤونها بذاك الماء المرقي وتضعون داخلها ملعقتين من الملح، وتقومون برش كل ركن في البيت، يعني مع صورة البقرة، في هذه 3 أيام. تعملون نفس الخطوات 3 أيام على التوالي. كل ما قلته سيحصل لمدة 3 أيام على التوالي. أي أحد منكم مريض يداوي بيته ونفسه. إذا أحسستم بتعب والإرهاق والملل في مدة العلاج، ما هذا إلا من خادم السحر كي تستسلموا. تقرؤون الآية 97 و98 من سورة طه. هذه آيات الحرق يكررها لمدة نصف ساعة. وفي هذه 3 أيام قبل النوم، بعد أن تتم كل المراحل، بعد الدهن كل الجسم بالزيت المرقي، اقرأ كل يوم قبل النوم سورة السجدة وسورة الملك وسورة الكافرون مرة واحدة قبل النوم، وعندما تجلسون على فراشكم للنوم ينفث في أيديكم 3 مرات، وتقرؤون سورة الإخلاص والمعوذتين، وتمسحون بأيديكم كامل الجسم. وبعد ذلك تقرؤون هذه الأدعية: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وبرأ وضرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما درأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بالخير يا رحمن. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر وليس بعدك شيء، وأنت الظاهر وليس فوقك شيء، وأنت الباطن وليس دونك شيء، اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. الله أكبر من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر. أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو ممسك السماوات السبع من شر إبليس وجنوده وأتباعه من الجن والإنس، كن جارا من شرهم عز جارك وتبارك اسمك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، وينام مباشرة بعد هذه الأدعية. يعني كل هذه الأشياء يفعلها الراقي الذي يخاف الله مع كل مريض، لكن للأسف ليس الكل عنده من يأخذه للراقي للتداوي
وليس الكل عنده المال ليداوي نفسه. أصبح كل يعني ليس الكل عفوا أصبح بعض الرقاة تجار، يعني ينتظرون أخذ أجرة كبيرة مقابل أن يرقي لك ابنك أو زوجتك أو زوجك أو الآن أحضرت لكم كل ما يخص السحر والعين والمس، وجربوه وبإذن الله ستحصلون علامات الشفاء. تحسون بانشراح الصدر، يعني المريض يحس بانشراح الصدر والفرح وإشراق في وجهه والوضوح في البصر والسعادة وعدم الشعور بالضيق والحزن. احمد الله واشكر على هذه النعمة، وقد شفي الكثيرين من الناس المرضى وتم شفاؤهم من السحر والجن والمس والعين. ملاحظة، الحجامة تكون في الشهر العربي يعني 17 و19 و21 لتكون فعالة، ويجب هذه الأيام تكون مصادفة للاثنين والثلاثاء والخميس، والمريض يحجم مرتين في نفس الشهر مثلا أثناء العلاج لمدة 3 أيام. ممكن البدء بالحجم يوم الاثنين والثلاثاء، والحجامة تكون على الريق مباشرة في الصباح، تذهبون مباشرة للحجامة. عند العودة للبيت يبدأ المريض بعلاج نفسه، إذا كان المريض غير قادر يستحسن أخوه أو أبوه، لكن يفضل جدا المريض لو يستطيع أن يرقي نفسه بنفسه، مضمونة بإذن الله تعالى. وهنا سأخبركم ماذا تفعلون مع المريض الذي يرفض العلاج. سبحان الله، كل مريض يرفض. الكثير من الأمهات تشكي أنها ابنها مريض بالسحر أو العين أو المس، وكلما تضع أمامه قرعة ماء مرقي لن يشرب منها، كأن هناك من يخبره أن ذاك الماء مرقي ويجب أن لا يشربه. سبحان الله، يحسون الآن أي امرأة عندها ابنها أو زوجها أو أي أحد مسحور أو تريد علاجه وهو يرفض تماما، ماذا تفعل؟ تحضر ماء عادي، تشتري ماء، أو إذا كانوا يشربون الماء من الحنفية ترقي كل الماء الموجود في البيت، تحاول أن ترقيهم، يعني الرقية تحصل أثناء الوضوء. أي أحد ابحثوا فقط عن آيات الرقية، وارقوا أنفسكم وارقوا بيوتكم وارقوا الماء بدون اللجوء إلى الراقي. استغفر الله، ممكن أن يكون قلبك أنت أفضل وعلى نية أخلص من ذاك الراقي، لا تعرفون قلبه، الله وحده يعلم ماذا يوجد في قلبه. فقد كثر الناس المنافقين في هذا العصر، وإذا كان الراقي لا يرقي من قلبه أو ليس في قلبه نية لرقية أي مريض، طبعا المريض لن يشفى. الآن ماذا تفعلين؟ ترقين كل الماء الموجود في البيت، وتضعين الماء فوق الطاولة أثناء العشاء أو الغداء، ولا تميز ذاك الماء عن آخر لأنه يراقب كي لا يشربه. ضع الماء واشربوا كلكم من نفس القرعة أو من نفس الماء الذي يشربه ذاك المريض كي لا يحس بالفرق، وأيضا كي لا يرفض. وإذا أبى أن يشرب من ذاك الموجود على الطاولة سيذهب للماء المتوفر في البيت، وأنت تكونين قد رقيت كل الماء المتوفر في البيت. يعني يوميا اعملي على هذه الطريقة، يوميا يوميا يوميا، ولا تيأسي. وكذلك نفس الشيء للزيت، حاولوا رقية 5 لترات من الزيت مثلا، واتركوها وضعوها على الطاولة ليأكل منها كل أفراد الأسرة ليس فقط المريض، لأنه يتحسس ويحس، وشيء ما يخبره أن لا يشرب من ذاك الزيت لأنه مرقي. وكذلك إذا أردتم أن يغتسل أو أن يغتسل من ذاك الماء المرقي مثلا، تغلقون ماء الحنفية من الخارج، يعني تغلقونها من خارج البيت، وخاصة في الوقت الذي يحب فيه أن يغتسل، تقولون أنه ليس هناك ماء ويستحسن أن تسخنوا أنتم له الماء، وهنا تستطيعين أن تدمجي الماء العادي وتدمجي له الماء المرقي، تدمجين بين الماء العادي الساخن والماء المرقي ليغتسل به دون أن يشعر بذلك. وكذلك هنالك حب الرشاد، يعني حب الرشاد
أنا رأيت مريض يأكله يوميا بأم عيني، كنت شاهد على ذلك. مسكين هنالك الشاب، لقد تم سحره، وأمه كانت دائما تبكي وتبكي وتبكي، خاصة أنه كان يكره أمه جدا. قد سحروه لا يستطيع حتى أن يشم رائحة أمه، والأم المسكينة دائما تدعي دائما دائما دائما. وماذا كانت تفعل؟ كانت تفعل هذه الخطوات التي أخبرتكم بها خفية عنه، لأنه إذا أحس إحساس ولو صغير جدا أن ذاك الماء مرقي أو الزيت، لن يشربه ولن يأكله. كانت أيضا تأخذ حبات الرشاد، حب أرشاد، حبات الرشاد، وتطحنهم. هي كانت تعطيهم لراقي، لأنها مسكينة كانت جاهلة وأمية، كانت تعطيهم لراقي. الراقي يقرأ لها آيات الرقية، يرقي لها حب الرشاد ذاك المطحون، واسمه أيضا الحرف، يقرأ عليهم آيات الرقية. ثم يوميا لمدة سنوات وهي تضع له حب الرشاد المطحون في الأكل، قالوا أنه يفسخ السحر، يعني عن تجربة وبعد سنوات. يعني هذه الطريقة أي إنسان يرفض رفضا باتا علاج، ممكن من الأحسن يعني أن أفضل من أن تتركه دون علاج. طبق هذه الخطوة معه، وتدريجيا سيفسخ السحر الذي أكله أو شربه في المعدة يوميا. يعني يوميا ضع له القليل من الحرف أو حب رشاد المطحون المرقي على أكله دون أن ينتبه أو يحس. والآن هنا وصلت للسر، سر الشفاء الوافي، يعني الشفاء النهائي من هذا السحر دون رجعة. أنصحكم بالسرية التامة وعدم إخبار أحد عن أنكم تعالجون، لأنه ممكن من سحرك يكون من أقرب المقربين والشخص لم تكن تتوقعه. أليس أننا لا نخاف من كان عدوا يكن الحقد والكره لنا دون أن يخفي مشاعره؟ لكن الخوف هنا من أشخاص اعتبرناهم من المحبين والمخلصين والصادقين، ممكن الضرب منهم. يعني عندما يصل الخبر لمن سحرك سيعمل على تجديد السحر لك، فمهما فعلت لن تخرج من دوامة السحر تلك. أعذر من أنذر، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل مريض، وبالتوفيق إن شاء الله. قلت لكم آخر كلمة، إياكم 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 والوثوق بأي أحد إلا أقرب المقربين مثل الأب والأم والأخ والأخت وكفى، لأنكم لا تعرفون من الذي قام بسحركم وسيعمل على التجديد. يعني تعبكم سيذهب في مهب الريح. عفوا، هنا قبل أن أختم معكم نصيحة لوجه الله، لا تستهينوا بالأذكار اليومية. فالأذكار اليومية أذكار الصباح وأذكار المساء وسورة البقرة. المريض يوميا سورة البقرة في البيت، أما الإنسان العادي كل 3 أيام. فسورة البقرة تنظف وتطهر البيت من كل الأفكار السلبية، من كل الشياطين، من كل الطاقة السلبية التي استحوذت على البيت. وأذكار الصباح والمساء، إذا كنتم لا تعرفون فائدتها، أذكار الصباح والمساء من يقرأها سيجعل الله سبحانه وتعالى له كأنه وضعه داخل صندوق زجاجي، كلما أراد أي أحد أن يعينه بعينيه فتلك العين سترجع لصاحبها. فهمتم ما أقصده؟ يعني أذكار. وكذلك من أراد أن يسحرك وأنت بالأذكار لن ينجح، لأن مع أذكار صباح والمساء لن ينفع السحر مع أحد، لا السحر ولا المس ولا العين. لا تستهينوا بأذكار الصباح والمساء، وشفاكم الله وعافاكم إن شاء الله.